يعني دي ب 20 جنيه وما بتتكسرش. الاربع فرش ب 20 جنيه. هلو كيتي دي مطبخ برضه دست اقلام ب 25. قعده الغساله عشان ما تتهزش. عين الضرب 30. عامل عيد ميلادي هنا. لو جيت هنا مش هتخرج. هي يو، مكان في المعادي اي حاجه فيه ب 20 جنيه، والمكان اسمه ميلي، في حوالي 10000 منتج اي حاجه فيهم ب 20 جنيه، ومكانه في المعادي ورا معادي جراند مول. يلا بينا نشوف الحوار ده. اول ما تدخل هتاخد بسطه. يا ايه دي؟ دي بتحط ورنيش هنا وتدوس عليه بقى وتمسح الايه العربيه. ودي في اوضه مطبخ. يا سلام، دي في اوضه مطبخ ولا عربيه؟ عربيه قدامك. ايه عربيه؟ صح. ما دي مشيش مطبخ، دي تمشي. قولي والله العظيم بكام دي؟ لا لا انا عايز هلو كيتي. هلو كيتي دي مطبخ برضو. وده ايه؟ بيجين برضو. دي سكينه ومبشره. والله يا جدعان ما له ذوق. ولمبات فينوس الليد. قعده الغساله عشان ما تتهزش. انت عرفت ان انها بتتهز. ب 25 اي حاجه في المكان ب 20 جنيه، بس في حاجات ب 25 هتلاقي ملزوق عليها ستيكر. عرض الثلاثه ب 45 تحفه. وده هي مش دي البتاع بتاعت البرجر اللي سماش بقى؟ مش دي كام؟ 30. لا لا غاليه. وادي خلاط المضرب الكهربائي المكنسه نسكافيه. يا لسه لسه محافظ على ورناقه ب 25. لا انت سوري، كنت فاكره حاجه ثانيه معلش. وادي شماعات اهي. هي دي شماعات بتتلزق على الحيطه؟ دي شماعات كومبيس. 25. وادي الشرشوحه. ايوه. تبيع سلوك التليفون ب 20 جنيه. وادي بقى ايه المكتبه بيسموها بالسوري قسم الخردواء الخرد. وده يعني اقلامه اهي. قلم بايظ. بكام القلم ده لو سمحت؟ 25. المجموعه كلها. لا والله دسه الاقلام ب 25. ناس طيبين قوي. وادي عدسه مقعره. القلم التوتي فروتي. كبرنا على الحاجات دي. قسم الالعاب تعالى لي. الله 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 الله. يا مالها الدنيا مجنونه ليه معاها كده العسيلي؟ تيجي لي؟ بص بتتلعب ازاي؟ استني استني مع بعض مع بعض. معلش انا كنت عايز اكسب يعني، عايز اطفو. يلا واحد اثنين. والدنيا مجنونه. 5 minutes later. طب اجي بقى. ايه ده ايه ده؟ كنت مفاجأة كده؟ ده هم اليوم تايمنج فجأة يعني، كانت بتلعب فجأة ما بتريحش يا بتنام. طب والله حلوة يا جدعان، اجيبها لابن اختي. ايه بكام دي؟ اصحى يا منطقة واسمع النداء. اصحى يا منطقة واسمع النداء. الله الله الله، ودي يا بنت المجنونة. يا اجيبها لابن اختي التاني. تعالى عايزين نخش على قسم جات شوية. ودي قسم الطرح وال اقفل اقفل. الوقت بيغش هنا، خد بالك ده سحله متاهه، ما عادش يجي هنا. لو جيت هنا مش هتخرج. بكام الفرشه دي لو سمحت؟ ب 20. هو مفيش غيرك هنا؟ انا ما بشوفش غيرك. ب 20؟ الاربعه ب 20. والله العظيم والله العظيم. مش عايزين له معجون بقى. السنسودان ده ب 20 جنيه؟ لو سمحت هو ده ب 20؟ استنى، دي كيس الزباله. كام كيس؟ 25 كيس؟ ب 25. بس السله مش هتاخد. ولا اجيب فيها اعبي؟ وادي سجاده اهي. بختبرها يا باشا قبل ما اشتريها، ما بتمسحش الجزم كويس، وبعدين هو مفيش غيرك في المكان. اي نضاره ب 30. شويه نضارات ايه كلهم حريمي. هو احنا في قسم الحريمي؟ والمكان فيه اكتر من قسم زي البلاستيك والميك اب وحاجات تانية كتير. دي تلزق دي في البيت؟ تلزق ولا ما تلزق؟ تعالى تعالى يعني وقت ما بحتاج ما بلقاكش. دي تلزق في البيت؟ لا ما بتلزقش. قول والله العظيم ما اقدرش. بقول لك الاثنين ب 20 جنيه. الاثنين ب 25. انت ماشي ورايا تغلي. اسم الديكوريشن والمدري شنو ومش عارف ايه. بص بقى بصراحه انا بحب الالوان دي. على فكره دي ما بتتكسرش. ما بتتكسرش؟ يعني دي ب 20 جنيه وما بتتكسرش؟ عسل مش هادي في كل بيت، عسل مش هادي في كل مكان. وده القسم المفضل لقلبي بقى، قسم هم المام. ملاحات. هو ده بازل؟ عاملين مسابقة لو طلعتها تاخدها ببلاش.
كده انا كسبت بكام دي بقى؟ 25. طب ما انت يا جدعان، طب ما انت حاطينها هم دي العرض. ايه يا عم دي بتاعت غساله الاطباق. ده بكام المج ده؟ وده قسم اعياد الميلاد. تعالى ان شاء الله عليك اطباق بقى اعياد الميلاد. عامل عيد ميلادي هنا، مش هنا، مش هنا في المكان يعني. انا هعملها فيه بقى زي ما عملها، زي ما عملها فيه. لا لا يا باشا، بقول لك ايه، عشان تعمل فيها مقلب تاني بطلتها لك. اعتقد انه مكان مناسب لاي حد عايز يجدد او يجهز شقته. فلو عجبك الفيديو ما تنسوش تعمل لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان نشوف الوقت الجاي. وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب هب هب. ده لا صانع اليابان ولا صانع الصين، ده صانع البلد ده بجنيه ونص وما بيتكسرش.